اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة ون بيس بايرتس وورير 4. استكمل الحلقة السابقة اصدقائي، نختار شخصية جديدة. الان نختار شخصية ايس، نلعب بشخصية ايس. حسنا، الهجمات نبقيها كما هي، المهارات ايضا كما هي، ونبدأ الابحار الان. حسنا اصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصل لكم جميع الحلقات الجديدة اول باول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات وقلوب الصفاء والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر حلقات جديدة اول باول. حسنا، جيف زورو، اهزم زورو وكيد. حسنا، مهمتنا هي هزيمة زورو وكيد. حسنا، نبحث زورو، ها هو هنا. حسنا، نذهب نقوم بهزيمة زورو اولا. زورو موجود في هذا المكان، نهاجم الآن. قوة إيس. حسنا، استخدم قبضة النار أصدقائي من إيس. نستخدم أيضا هجمة أخرى، نستخدم هجمة أخرى من إيس. سياج اللهب. حسنا، نهاجم الآن. ما زلنا نهاجم زورو أيضا، نحاول القضاء على زورو. أجل هزيمته. يجب ان نهزم زورو وكيد ايضا. نستخدم قبضة النار مرة اخرى ضد زورو وكيد من اجل هزيمتهم. اعتقد هزمنا الاثنين في ضربة واحدة. حسنا، يوجد احد قادة القراصنة هنا، نقوم بهزيمته ايضا. حسنا، نهاجم اصدقائي كوري معنا ايضا هنا. قاتل معنا في فريقنا من احد الحلفاء. حسنا، ظهر احد الشخصيات هنا في الاسفل، جيمبي و هذاك صاحب اللعق المصاصات بيرو سيربيرو. حسنا، نهزمهم اصدقائنا. نستخدم قبضة هيكن، قبضة ايس، قبضة النار من ايس. نستخدم ايضا هجمة اخرى من ايس، سياج اللهب. نستخدم زيادة قوة إيس. نستخدم أيضا هجمة أخرى من إيس، فخ اللهب. حسنا، نستمر بالهجوم على بيروس بيرو. نجحنا بهزيمته أصدقائي. حسنا، نبحث عن أحد الأعداء الآخرين أجل هزيمتهم. بعد أن هزمنا زورو وكيد، حسنا سيفتح لنا مهمة جديدة. حسنا، فلنبحث. هنا يوجد قراصنة، أحد قادة القراصنة، نقوم بالقضاء عليهم. نجحنا بالقضاء على أحد القادة هنا في القراصنة والكثير من القراصنة. نرى ما هي المهمة الجديدة التي سيفتحوها لنا. نجحنا بهزيمة جيمبي أيضا وبيرو سبيرو. جيمبي أصبح يعمل معنا مع إيس، انضم إلينا. حالك معنا جنبي أصدقائي، أحد الشوشوفايكي كابتن فارس البحر الأول. حسنا، ظهر لنا قراصنة جدد في الأسفل، بيلامي، نقوم بالقضاء عليهم. حسنا، نذهب إلى بيلامي، نقوم بالقضاء عليه. حسنا، حسنا، نستخدم قبضة النار. حسنا، نقدر أحد القراصنة هنا قادة، وها هو بيلما هنا ايضا. استخدم هجمات ايس ايضا، فخ اللهب. استخدم زيادة قوة ايس. نستخدم ايضا ضربة اخرى، سياج اللهب. نقوم بتسبب ضرر هائل لبيلامي. واخيرا تمت هزيمة بيلامي ايضا. حسنا، نهاجم، ما زلنا نهاجم الجميع. يوجد احد القادة البحرية هنا، قادة القراصنة، نقضي عليهم ايضا. حسنا، روبن لازم نهزمها ايضا. نبحث عن نيكو روبين لاجل هزيمتها. ها هي روبن في الاعلى هنا. حسنا، نقوم بهزيمة روبن ايضا. استخدم هجمات اس الخاصة، فخ اللهب، سياج اللهب ايضا ضد نيكو روبين. نستخدم قبضة النار الان. استخدم هجوم قبضة النار من ايس على نيكو روبين. حسنا، فلنرى ميكروبين ما زالت صامدة. نهاجم ميكروبين الآن. هجمات لكمات قوية من ايس باستخدام اللهب، وتم القضاء على ميكروبين أيضا بنجاح.
هكذا نكون أتممنا المهمة التالية بنجاح أصدقائنا. يوجد مستر وان هنا، سأقوم بالقضاء عليه أيضا، هو ولوفي من أعدائنا، لوفي ومستر وان. حسنا سأقوم بالقضاء عليهم الاثنين. استخدم قبضة النار من إيس أيضا، وهي ضربة كيم. حسنا نقوم بزيادة قوة إيس الآن، نستخدم أيضا سياجل لها، نقضي على مستر وان. تم تغيير المهمة لوفي ومستر وان، تم هزيمة بيلامي وروبين بنجاح. حسنا نحاول القضاء على لوفي رغم انها تغيرت المهمة، ولكن سأقوم عليه بالقضاء عليهم بأية حال بأقصى سرعة. تم القضاء على لوفي ايضا بنجاح اصدقائنا. نستخدم مسدس النار شيغان. حسنا نستخدم ضد هانكوك الان، نستخدم قبضة النار من ايس على هانكوك، ونستخدم ايضا ضربة فخ اللهب، ونستخدم ايضا سياج اللهب ضد هانكوك. نهاجم هانكوك ايضا الان، نهاجم مستر ثري وبيتش بيتش بيتش، ولكن سأقوم بالقضاء على هانكوك اولا. نجحنا بالقضاء على هانكوك. حسنا سأهاجم بيتجي الآن، أهزم بيتجي الآن. حسنا أستخدم قبضة النار على بيتجي، على ما يبدو نجحنا بالقضاء أيضا على بيتجي الآن. أستخدم عمود النار، تم تغيير المهمة مرة أخرى. الآن يجب هزيمة بيتجي وهوكيز. بيتجي هزمناه، هوكنز ها هو، سأقوم بهزيمته أيضا. استخدم هجمة فخ اللهب على هوكنز، استخدم سياج اللهب أيضا على هوكنز. زيد من قوة إيس الآن اللهب، نهاجم الآن هوكنز بكامل قوة إيس أصدقائي. يجب هزيمة هوكنز بأقصى سرعة. استخدم أيضا قبضة النار مرة أخرى كامل قوتها ضد هوكنز، وتمت هزيمة هوكنز أصدقائي. وهكذا نكون أنهينا هذه المهمة بنجاح. ننتصر في هذه المعركة، وهكذا نكون أتممنا مهمتنا بنجاح أصدقائي. نكتسب بعض نقاط الخبرة أيضا، نحصل على تصنيف S أيضا. بعض الأموال أيضا، الكثير من المال. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات والقلوب الصفراء والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة أول بأول. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.